مساء الفل، مساء الخير يا نهى. ايه الاخبار؟ عامله ايه؟ كله تمام الحمد لله. عارفه سبوتيفاي رابت النتائج من ناحيتك كانت شكلها عامل ازاي؟ والله انا انا لسه الكومباني بتاعتي المفروض تبعتولي الاسبوع دوت، اوكي. فلسه ما جاليش صراحه، بس يعني مهتمه قوي اشوفه لانه بحب قوي الكامبين بتاعت سبوتيفاي دي، لان تخليكي كده تشوفي الفروقات ما بين السنة اللي فاتت والسنة ديت والسنة اللي بعدها وكده يعني. Yes. وانتي you were one، انتي واحدة من التوب فايف بتوعي. بجد thank you. ماشية بقى كل الناس، اقول لهم بقى دينا لو دي دي دينا لو so في ماركتينج حصل هنا. طيب بجد يعني thank لو you. جيت كندا خلاص بقى هلاقي كل الجمهور ده. اه حبة بحبة نبدأ يعني شوية سابوتاج من تحت لتحت. طيب انتي موسيقتك لو انا يعني هقول لازم تحترم، يعني تتسمع كده ويتلبس لها سماعة وتتسمع كده بانضباط، اللي هو like مش حاجة معدية كده. منام بالذات اخر ألبوم ليكي، وده كان مسجلة فيه أصوات قطورات، ومنها بيجي الريتم في الأغاني والأصوات كمان اللي في الخلفية. أولا عمري ما سمعت في حياتي أي أغنية أو ألبوم أو حاجة المكان جزء أساسي منها. في ناس كتير غنت للأماكن، بس ما حدش استعمل المكان نفسه وشخصيته في الأغنية وفي الألبوم، فدي حاجة اللي بتخلي الألبوم ده عبقري. ثانية واحدة عشان أبص على my notes. طيب بالنسبة لي أنا كواحدة عايشة برا وعشت في مصر، الأصوات دي فيها طفولتي، فيها it feels like home. احكي لنا فكرة الألبوم جت منين وليه اسمه أصلا منام؟ اوكي. أول حاجة هي فكرة الألبوم جت لما ابتديت أوقف عروض مصر حقيقي. يعني أنا كنت قعدت فترة قلت أنا مش قادرة خالص إن أنا أغني، وأخدت بريك، وكنت نفسي أشتغل أكتر على دراسة البرودكشن، إنتاج الموسيقي. وقتها قابلت صديق ليا كان عنده ويب سايت وبيشتغل على أرشفة القطورات، أصوات القطورات، عنده مشروع، وطلب مني إنه بما إني لسه مبتدئة في الإنتاج الموسيقي سألني إيه رأيك ما تسجلي أصوات عشان المشروع بتاعي كده. وسجلت وخلصت المشروع بتاعه وتمام. وبعد كده بما اني كل يوم كنت في الفترة دي بسجل بزوم، كنت بنزل كده في الشارع عادة اسجل ومش عارفة ايه اللي ممكن اعمله، فقعد فترة اسمع اللي عملته، بعدين انا بسمعه بصوت تاني، انا بسمعه انه الزمارة اللي انا سمعاها دي آلة actually. الصوت دوت ممكن يبقى بيفكرني بتشيلو، بيفكرني انا سمع باند، انا مش سمع خالص دوشم، انا سمع اوركسترا من القطر ده. وقعدت اقول لا انا كده شكلي محتاجه بقى وقت اكتر يعني مع السيشن ديت. وواحده واحده 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 ابتديت الاقي نفسي عايشه في عالم جوه سوفت وير، سنة ونص سنتين أنا والسوفت وير والسامبلز لحد ما منام طلع. فمنام اللي كانت فكرة يعني هي حب في آلة القطر ديت، وغنى رهيب من الآلة دي اللي خلاني أعيش جوه أصواتها وجوه العالم بتاعها. ومنام ليه؟ لأنه عارفة وانتي في القطر ونايمة محدش بيقدر يجي جنبك كده، محدش بيقدر يجي صحيك. ده اللحظة اللي كل الناس كده ما ينفعش يخترقوها، يعني إن لما حد نايم فمنام علشان هو أكشري بين عالم بتاعك وعالم القطر. يعني اللحظة 30 دقيقة يعني كان معمول أساساً في الأساس إنه يكون عرض كامل مش تركات، 30 دقيقة يتسمعوا على بعضه. فهي اللحظة الثلاثين دقيقة اللي كنت نايمة وصحية فيهم جوه القطر. So cool. طيب الرحلة بقى، الرحلات اللي انت عملتيها عشان تسجلي في محطات مختلفة، انا عارفة انك سجلتي في اسكندرية والقاهرة والأقصر وأسوان. الرحلات دي كان شكلها عامل ازاي، وازاي كل مدينة كان ليها شخصية مختلفة، وحسيت ان ليهم اصلا شخصية مختلفة في الصوت؟ جدا. يعني اول حاجه الرحله ابتدت بالنسبه لي من رمسيس.
رمسيس يعني كل مكان ليه روح بتاعه. فرمسيس بالنسبة لي مكان ناس بتسلم ورديات وناس بتستلم ورديات وناس بتسافر وناس بترجع وناس يعني عالم مليان أصوات ومليان حياة. فعشت معاه شوية، بعد كده رحت على اسكندرية وبقير، الصوت قل، درجته اختلف، في هدوء أكتر، في سكون أكتر، في دوشة بس مش زي رمسيس، في عالم مختلف أكتر، في حياة روحها مختلفة. بعدين أسوان والأقصر، أنا فاكرة إن أنا رحت يوم جمعة وقعدت هناك 3 أيام، وكان فيها يعني أكتر الفايبس بتاعتها كانت very spiritual عشان كان يوم جمعة وكان وقت الصلاة وبعد الصلاة، وفي كان في حضرة وكان في أصوات وفي ناس بالصدفة بتعمل حضرة في الشارع، ويعني كانت حاجات يعني كان عالم برضو مختلف تماما حوالين القطر، كل ده جوه يعني القطر وبراه يعني. هل دي لي علاقة بحضرة القمر؟ والله حضرة القمر فيها صوت من أصوات، لو تسمعيها في الأول، هي ناس بتقول مديح أو بتبتدي بدايات مديح كأنها تدخل في مود حضرة، فهو ده كان متسجل بالفعل جنب محطة أسوان منهم يعني، والدنيا كان انسبايرنج قوي ان انا اكتب حضرة القمر واعمل قصة من اصواتهم. انت ايه خلاكي اصلا مهتمة ان انت تتعلمي برودكشن وتسجلي اصلا وكل الحاجات دي؟ بصي يعني طول الوقت لما حد بيسألني بيقول لي او بيقدمني، انا دايما بحب اقدم نفسي كملحنة اكتر من مغنية بالأساس يعني، أنا بحس أو بعتبر نفسي كومبوزر أكتر بكتير من سينجر. ففي نفس الوقت عشان أطور التأليف الموسيقي والسكيلز ديت بتاعتي، كان لازم بالضروري أدخل جوه فكرة البرودكشن، لأن هما الاثنين قريبين قوي من بعض. فده كان سبب أساسي إنه أنا مش عايزة يعني أبقى بس بغني، لا أنا عايزة أطور كمان السكيلز بتاعت التلحين والتأليف الموسيقي. فكانت دي بداية. والبدايه الثانيه بقى ان انا كان عندي مشاكل مع الباند ومش عارفه اشرح واوصف نفسي، فكان نفسي قوي ابقى عندي سوفت وير اعرف اشرح افكاري عليه مبدئيا واقعد مع نفسي. وكانت بجد بينفع جدا انك تعبري بطريقه كده في العالم بتاعك، بعدين تشرحي بقى بطريقه اسهل ليهم موسيقيا الفكره بتاعتك. فدي كانت من الحاجات فان واي كانت طريقه كوميونيكيشن حتى. طيب كلمات مين اولا I think ان انت كتبتي الالبوم ده بنفسك الكلمات صح؟ ايوه. ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا كنت كاتبه في النوتس بتاعتي حتى اكتر كلمات بتكون مؤثره بالنسبه لي هي اللي لما اسمعها واقول هو انا ليه مش انا اللي كتبت ده، اللي هو سهله ممتنعه طبيعيه احساس هيومن جدا. الكتابة أولا اتعلمتي الكتابة ازاي وإيه اللي بتقريه اللي بيخليك تكتبي ده، وعملية كتابة منام بالذات كان شكلها عامل ازاي؟ أولا شكرا لسؤالك جدا وإن احنا نروح للنقطة ديت. بس يا ستي أنا قعدت، أنا مش بكتب في الأساس، بكتب قليل جدا تمام، بس في 2017-2018 كنت قريبة قوي من الورقة والقلم لدرجة ان انا كنت بكتب كل يوم، كل يوم بكتب حاجة، اصحى اكتب، اتضايق اكتب، افرح اكتب، اكتب 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 لمدة سنة كاملة. وده عودني اني اطور علاقتي بالورقة والقلم. كنت ممكن اكتب خواطر، اكتب سطر، اكتب فكرة جات لي، اكتب شعر سطرين، اكتب جملة عجبتني بس وارميها، بس علاقتي بالورقة والقلم هي بجد براكتس يعني، هي فكرة ان انت تبقي عندك ريليشن شيب مع القلم والورقة وانك مش مستنية حاجة من الكتابة دي، لحد ما واحدة واحدة بتلاقي نفسك بتوصفي حاجة انت شايفاها دلوقتي حالا، بتعبري بسهولة يعني، الموضوع ابتدى يبقى ايه ده انا ممكن اكتب فعلا. وانا شخصية خضيت، لانه في الدور وترجع أنا كنت محظوظة جداً أني أقابل شعراء من جيلي موهوبين بطريقة رهيبة، سواء كان مصطفى إبراهيم، ميدو زهير، جرجس شكري،
مايكل عادل، يعني انا كنت موهوبه محظوظه، مش يعني محظوظه ان انا اقابل موهوبين دول كلهم في الدور وترجع. فازاي بعد ما اقابل دول انا هكتب؟ ما كانش فيه كونفيدنت الكافيه اللي تخليني اكسر ده. بس بعد كده الفكره جت من انه منام بالنسبه لي هو تجربه اكتر ذاتيه من انها جماهيريه، او كنت حاسه ان انا ممكن اكون از ستوري تيلر انسب حد يحكي التجربه دي، غير لما اجيب شاعر اقول له تعالى اكتب لي كذا. انا لا، ده انا كنت بالفعل عايشه حاجه مش فيها خصوصيه، لدرجه انه كان صعب جدا حد يدخل معاها. طيب انت جبتي كلمه ستوري تيلر دي، وانا كنت محضره لك سؤال على الموضوع ده. قلت الالبوم فيه قصص كتير ما تتحكاش، تتحس كده. سؤالي كان، هل انت مدركه ان انت ستوري تيلر؟ فواضح انك مدركه. ايه القصص اللي بتحاولي دايما تحكيها؟ انا في الالبوم دوت، يعني عاده انا بغني، بس في الالبوم ده كنت حاسه انه انا مش بس بغني، لا انا فعلا بحكي. انا ممكن اوقات بتكلم كمان، ممكن اوقات، يعني ما كانش الغنى هو المحور الاساسي في الالبوم، ما كانش الغنى خالص هو الموضوع. انا الموضوع كان حكي، كان اصوات، كان رحله رحله رحله، يعني مش بالضروري فيها دينا مغنيه تبان. انا اصلا سمعتك في انترفيو قبل كده بتقولي ان انت حسيتي ان الفوكلز كانت يعني بتاخد، او يعني اللي هو طلع بقى على الموسيقى اللي هو بس بقى. احيانا كنت عايزه جدا انزل الالبوم ده انسترومنتال. بس يعني لا، يعني برضو بحب الطريقه اللي نزل بيها اكيد. بس عموما يعني زي ما انت قلتي، هو في ستوري تيلر عن حد بيركب قطر وبيروح 7 محطات. المحطة الأولى بيغمض عينه وبيحلم إن السماء بتنقط كدب متلج على جنيه، حاجة فانتسي قوي، مش يعني مش في الرياليتي. بعد كده المحطة التانية علاقة حب، بتشوف البنت دي فيها. المرحلة التالتة صداع، بيجي لها صداع. المرحلة الرابعة علاقتها بالوطن. المرحلة الخامسة علاقتها بالقمر، سواء القمر ده رمز أو القمر. المرحلة الستة والسبعة بقى هما اللي كان فيهم يعني أكتر تفاصيل بتختلف شوية في آخر الرحلة بقى. طيب واحدة من الأغاني اللي really stood out to me كانت بتاعت وطن أو هوملاند. قصة كتابتها إيه؟ لأن الكلمات دي مش ما تعملتش قبل كده، مش تتعمل وفيها إحساس مصري جداً. فعلاً أنت شايفة كده؟ أنا إحساسي كده جداً. أنا أصلاً سمعتها وما كنتش، يعني اللي هو كنت بسمع ألبوم وأم لايك مركزة في الموسيقى والقطر، وعمال أسمع أحاول أفهم كل حاجة في الأغنية، كل حاجة في الموسيقى إيه، يعني بحاول أتخيل الحاجة اللي عملت الصوت ده إيه بالظبط، وأنهي جزء من القطر، ناس معدية مثلا على البلاتفورم كده. وبعدين سمعت الكلمات نوزك، لا ثانية واحدة نسمع تاني كده. بعدين قعدت اسمع الكلمات ورحت كتباها، لان كنت محتاجة استوعبها، like محتاجة استوعبها like بالكتابة مش بس بالسمع. و I still have it in my phone في النوتس على فكرة. like شعر بجد like very touching. انتي احكي لي شوية، الكتابة كان شكلها عامل ازاي بالنسبة لك؟ الكتابة كان فيها تحدي كبير الصراحة. اكبر تشالنج بالنسبة لي كان الكتابة. انا فاكرة ان انا كان فاضل لي اسبوع على الديدلاين للشركة بتاعت الديستريبيوشن، وانا لسه ما خلصتش اغنية وانا لازم اكتب، وكنت بقعد يعني اتمشى 5 ساعات عشان يعني الاقي سطر او الاقي جملة واقطع واكتب واقطع واكتب. يعني فاكرة انه اصعب تحدي قابلني في منام هي الكتابة في الحقيقة. وبرغم بساطته زي ما انت قلتي، يعني برغم انه بساطته، بس انا كتجربتي كسونج رايتنج او سونج رايتر كان الموضوع يعني اكبر تحدي. عارفة كده لما احطك كده في سيتويشن، انا بكتب بس بيبقى كولابريشن معظم الوقت وكده يعني. ف
في وطن تحديدا هي كان في قصة من القصص السبعة اللي هي دخلت فيهم في التراكات دول، علاقتها بالوطن. وفكرة يعني كنت مهتمة في الأغنية دي أحكي عن السفر، لأنه هو الألبوم كله أصلا هو عبارة عن فكرة السفر. السفر بمعنى دايما في السفر لما بنسافر بيجينا إحساسات ليها علاقة بالغربة وليه علاقة بالانتماء وليه علاقة بالمكان المناسب ليكي، أو هل ده المكان المناسب ولا هناك ولا هنا ولا لسه ما ظهرش ولا هيظهر. والسفر دايما بيفتح الأسئلة دي، بيخليكي دايما تبقي مش عارفة بالظبط إحساسك بالوطن، بفكرة الوطن دي. فدي من أسئلة من الحاجات اللي كانت بتشغل البنت اللي في القطر اللي كانت عايشة في الرحلة دي، اللي هي إيه الوطن بالنسبة لي. هي كانت شخص تايه بيدور على المعنى ده، فين المكان بتاعي في عز بقى المحطات اللي عمالة بتروح وبتدخل فيها، وناس خارجة وناس داخلة. فدي كانت فكرة وطن في Very cool. طيب ممكن نحكي عن حضرة القمر، الفيديو بتاعها so artistic. Thank you. احكي لي أي حاجة وكل حاجة عن الفيديو ده. اوكي، فيديو دوت عملته مع مخرج موهوب جدا مصري اسمه عمر دونجا، والمنتج بتاع الالبوم بتاع الكليب برضو اشتغلنا مع احمد رحال المنتج للكليب. هي الفكرة كلها انه احنا كنا عايزين نبين في الكليب العالمين اللي بحكي لك عنهم، عالم هي قاعدة في سينما وبتتفرج على فجأة في حاجة أغنية بتشتغل، فبتروح مع العالم بتاع الآلات المكن ال very industrial، يعني حاجة صناعية جدا ما فيهاش قوي روح، بس فيها حاجة كل يوم repetitive وكده. فكانت فكرة في حضرة القمر هي الرومانسية والحب، بس في نفس الوقت عالم تاني مكن وترس وباترن واحنا ماشيين كده. فكانت دي الفكرة اللي انا اشتغلت فيها مع عمر المخرج، يعني كان بنحاول نقرب. سؤال على فكرة عبيط قوي، بس عايزة اعرف لا الابيض ده خالص كان خالص. الابيض ده كان ايه؟ احنا كنا بنصور في مكان اسمه المحاجر، والابيض دوت كان يعني كان الارض هناك عامله كده، علشان هو في الحقيقه محاجر بيستخدم كمحاجر يعني. بس كان مكان مناسب لينا من حيث الحته اللي احنا كنا بندور عليها، ما بين عالم في يعني روح اكتر يعني تعبانه جدا من فكره المكان ومن فكره الحياه اللي احنا عايشينها بشكل يومي، زي حياة القطر يعني والعالم دوت يعني. Very cool. طيب الألبوم بقى اللي قبله كان في 2014 اللي هو تدور وترجع، كان بينه وبين منام حوالي 5 سنين تقريبا، صح؟ 4 سنين. 4 سنين. خمس طيب. سنين أكشن صح؟ لا 4 سنين. اوكي طيب هو كان أول ألبوم كامل ليكي صح؟ كان أول ألبوم كامل ليا، ده حقيقي. طيب هل حسيتي إن أنت صوتك وشخصيتك الموسيقية اتغيرت، أو في فرق بينها بين دلوقتي وساعة تدور وترجع؟ أكيد طبعاً. يعني أنا تدور وترجع من ألبومات العزيزة جداً عليا، ودايماً أول ألبوم بيبقى فيه كده روح مختلفة، وبيبقى فيه يعني أكتر شغف من نوع تاني. يعني أكيد في اختلاف، ممكن الناس أكتر هي اللي حساه وتشوفه أكتر مني بكتير كمان، وهي اللي تحكم على دوت. بس هو تجربتين مختلفتين تماما. يعني كل الناس كانت مستغربة قوي منام لما نزل، لأنه ملوش أي علاقة بدينا اللي في الدور وترجع، بس في نفس الوقت هو برضو ده من دينا وده من دينا. فبالعكس انا بحس ان هم بيكملوا بعض باشكال مختلفه، مع ان هم ما لهمش اي علاقه ببعض خالص. بس يعني الدور وترجع، لا يعني انا برضو عايزه اقول ان انا شاركت فيه مع البند، كان في عازفين مش مكن ومش مش قطر، كان في عازفين كتير، وشاركتني بالتوزيع ماي ميوزك بارتنر نانسي منير، وزعت في تدور وترجع، وزعت في السيره، وزعت في
يا جنوبي وزعت فيه معظم الحاجات اللي اشتغلناها يعني، والجزء التاني اللي وزعه برضو مايلز جي مع الباند زي في بلاد العجايب وزي الليل وزي يعني يحدثني الشجر كده. انا عايزه بس سريعا اقول ان نانسي مونير is so talented Oh my God. طبعا طبعا وبحسها بتشتغل في هدوء كده بس بتعمل حاجات تعرفيش طلعت ازاي، فانا يعني quickly عايزه يعني اعرف الناس لو يعرفوهاش already. طيب انت كنت عارفه قبل كده من زمان ان انت عايزه تبقي، مش هقول عليكي بقى مغنيه، صانعه موسيقى؟ لا خالص امال خالص. دخلتي في الموضوع ازاي؟ دخلت في الموضوع بالصدفة البحتة، وكنت بدور على شغل، وواحدة صاحبتي اكشولي مريم صالح اقترحت عليا ان انا اخش فرقة الورشة، ومن هنا كانت البداية. Very cool. هو انت بحسك انت ومريم صالح اتنين من الناس اللي هو صوتهم مصري جدا وبيرجعنا شويه في حاجات احنا ممكن نبقى نسيناها، like اللي هي الطريق، مش عارفه الطريقه اسمها ايه بس I hope ان انت تبقي فاهمه قصدي. ايوه فاهمك. فاهمه قصدي؟ اوكي طيب مش عارفه اشرحها ازاي بس في وبشكرك جدا يعني لو دي حاجه حلوه. ايوه طبعا حاجه حلوه جدا. طيب انت اشتغلتي في مع ناس مهمين جدا وقولي لي ازاي اثروا عليكي، زي مثلا جيلبرتو جيل المغني البرازيلي وكاميليا جبران، فتحي سلامه، ازاي الناس دي اثرت على موسيقتك وشخصيتك؟ يعني في 2012 انا كنت واخده منحه مع جيلبرتو جيل لمده سنتين، هي عباره عن منتورشيب، وكانت عندي فرصه ان انا اقضي معاه وقت، لان كل الناس اللي ما تعرفش جيلبرتو جيل هو مغني ومنتج موسيقي برضه وملحن برازيلي بيلعب جيتار وعنده خبره في مجال الغناء البرازيلي بشكل كبير جدا، واسم كبير في الحقيقه قوي يعني. بس اشتغلت معاه وفرق اكيد معايا. انا دايما بقول عشان انا ما اتعلمتش موسيقى، فكنت دايما بحن للمنتورز في حياتي، دايما عندي شغف للمعلمين اللي قابلتهم في حياتي وهم كتار في الحقيقه، وانا ممتنه لكل حد ضاف لي معلومه او خبره فيهم يعني. فمنهم جيل اللي يعني على مستوى بقى اكتر غير لي فكرتي عن المسرح واستخدامه، وازاي انا كنت بفولو ماي منتور في المرحله بتاعت المنتور شيب في اي حته في العالم كنا بنسافر سوا، فكان عندي تجربه اكتر على المسرح وعلى الريهرسلز وازاي هو بيتعامل مع الباند وازاي هو بيسجل، وكانت تجربه مهمه جدا. بخصوص بقى فتحي سلامة، ففتحي سلامة من المنتجين المصريين اللي دايما كانوا مهتمين ان هم يعملوا ورش موسيقية وتجمع فنانين بيشتغلوا على حاجات اوريجينال بتاعتهم، وبالصدفة البحتة اتقابلنا واشتغلنا وعملنا حاجات كتيرة سوا، وهكذا برضو كاميليا جبران، لانه كاميليا كانت بتيجي مصر تحديدا تعمل ورش موسيقية، فقابلتها through workshops اللي عملتها في مصر، وبالتالي يعني كوننا بقى صداقات من انواع مختلفه يعني. طيب النايل بروجكت، اولا انا حتى كاتبه في النوتس بتاعتي الفكره وراها كانت مختلفه جدا في وقتها ولحد دلوقتي لسه اكسبشنال. احكي لنا عن ظروف اشتراكك في الموضوع كله وكان ايه اهميته ليكي والاغنيه بتاعتك بالذات يا جنوبي. أنا شاركت في مشروع النيل في 2011 ل 2015، كان مهم جدا بالنسبة لي لأنه أنا كنت محتاجة كده أصلا، كنت محتاجة إن أنا يعني أنا بحس دايما إن أنا بيحصل لي انسبيريشن مختلف مع ناس، أنا بعشق أشتغل مع جروبس مع ناس تديني انسبيريشن، فلما قابلت فرقة مشروع النيل اللي هي كل سنة بتتغير في الحقيقة، واللي هي تضم موسيقيين من دول حوض النيل، كينيا، اوغندا، بروندي، رواندا، اثيوبيا، اللي هو واو انا فين يا جماعه، ايه ده مين دول؟ وابتدينا بقى نشتغل مع بعض، وعملنا في بلاد العجائب، عملت يا جنوبي معاهم، عملت الله باقي مع انصاره سودانيه صديقتي مغنيه برضو، ومع سلامنش عملت كلمه وطن، هي
أغنية إثيوبية، واشتغلنا تعاوننا في الأغنية دي مع بعض، فأنتجنا أغاني كتيرة جدا وعملنا ألبومين أو 3 ألبومات كمان، أسوان وجينجا. وبعدين أنا طلعت منه عشان كان لازم أعمل حاجات تانية وناس كملت. فلا بالعكس، أنت زي ما أنت قلتي هو still exception، يعني very exceptional البروجكت ده. طيب انتي بتحبي تسمعي ايه؟ ايه اللي بيمزجك؟ ايه يعني عايزة افهم ايه الانسبيريشن ورا الشغل اللي بتعمليه؟ مش عارفة يعني، أنا بسمع حاجات كتيرة قوي قوي، بس عندي مغنيين مفضلين مش هضحك عليكي. يعني محمد منير. أنا بسمع طبعا بحب أستاذ محمد منير جدا 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 جدا، بس أنا بسمع تحديدا موسيقى برازيلي كتير قوي. بسمع ليا مغني بموت فيه اسمه جواو جيلبرتو، هو ماي فيفورت سينجر. بحب الموسيقى الهندي، بحب بسمع مشايخ كتير جدا، يعني اكتر برضو اكتر حاجات بسمعها. بسمع كلاسيك ميوزك، فلا بسمع حاجات يعني كتير كتير وملهاش علاقة ببعض، مش ضروري. خالص اوكي، خالص. عموما كل حد اتكلمت معاه بيعمل فن كده لايك فوق الفظيع بيكون كده. فانا بجد. يس. طيب انتي ايه التحديات بقى؟ يعني انتي دلوقتي you have obviously an awesome career، الناس بتحبك جدا وليكي متابعين يعني ride or die، هيعملوا اي حاجة عشان يسمعوا دينا الوديدي. التحديات اللي قابلتك في المشوار ده شكلها عامل ازاي؟ كنا امبارح بنتكلم يعني عن نفس التوبيك ده. انا بعتبره يعني بعتبره حروب وتحديات وصراعات، يعني في فعلا حاجات صعبة جدا بتقابلك في الكارير ده. اول حاجة انك تكملي، ده اول تحدي اصلا، انك تكملي في ظروف صعبة جدا جدا، يعني ظروف مختلفة وظروف صعبة، مش بس انك بنت او مش بس انك فيميل او ومن، بس كمان انك بتنتجي لنفسك، انك بتليدي نواي بروجكت معين، انك عندك صعوبات ليها علاقة بالبالانس ما بين حياتك الشخصية وحياتك الكارير بتاعك. يعني في تحديات مختلفة رهيبة جدا، اهمها انك هتكملي ازاي، يعني هي اصلا دي الرحلة. ف ف ف لكن عشان انت بتعملي حاجة بتحبيها عمرك ما بتحسي ان التحديات دي بتوقعك، بالعكس انت بتحسي انها بتلهمك اكتر وبتخليكي عايزة تكملي وفي شغف بيزيد اكتر. فدي من التحديات، انك ازاي يعني تكملي، ازاي البروجكت بتاعك ما يوقفش، ازاي احلامك ما توقفش عند حتة معينة. يعني هل جالك قبل كده فترة أو فكرة اللي هو يا جماعة خلاص بقى كفاية كده؟ like that's just too much، مش قادرة دلوقتي؟ طبعا طلعتي طبعا. من الموضوع ده ازاي؟ طلعت الموضوع دوت ب بمنام، يعني دي كانت مرحلة من المراحل، ودايما بتطلعي ب بانه لا، يعني هو الرد بيبقى انك بتعملي مزيكا، فبتحسي انه اوكي ده رد اصلا، انا مش قادره اسيب الموضوع ده، انا عايزه اكمل، عايزه افضل اكمل. نفسك تحققي ايه؟ انا احلامي بسيطه. اوكي. احلامي بسيطه جدا، انا نفسي احقق، نفسي افضل استمتع باللي انا بعمله، ودي بالنسبه لي من اكبر الاحلام اللي نفسي تفضل معايا. يعني نفسي اكبر عدد من الناس يقدر يبقى مبسوط بمزيكتي ويسمعني، واعمل البومات اكتر الفتره الجايه. نفسي يبقى في تنوع في المجال الابداعي في ميدل ايست اكتر من كده، و يعني I agree دينا. نبدأ منين؟ نبدأ منين كناس عايزة المجال الإبداعي في الميدل إيست يبقى أحسن؟ ما هو ده الفكرة، إنه أنا يعني أنا بجد بحس إنه
انه لازم يبقى في تنوع ولازم يبقى في ناس تطلع على الساحة، ولازم الناس كجمهور يدي وقت للي بيسمعهم ده ياخدوا حقهم وقتهم في تجربتهم علشان يبقى في تنوع، يبقى في جانرس مختلفة، يبقى في بدل الاتنين او التلاتة يبقى في 300 وفي 3000 وفي 30000، ويبقى في فرايتي لناس كتيرة يعني نفسها تعمل كده وما كانتش عارفة وتطلع ده بس بفاليو بكونتنت بمحتوى الناس فعلا في أشد الحاجة المحتوى ياخدهم بوعي تاني وأفكار تانية. طيب عايز أسألك إذا if you happen to have نصايح للعرب اللي عايشين برا اللي ممكن يبقوا talented وموهوبين وعايزين يشتغلوا حاجة في فنية. شايفة انه الفرصة بقت اسهل 100 مرة من 10 سنين فاتوا، وشايفة انه الديجيتال لايف بتوفر دوت بسهولة جدا، وانه دي فرصة ان الناس تعرض على منصات حاجتها بطريقة يعني فيها جرأة اكتر من زمان. شايفة انه الخوف ما بيعملش اي حاجة، يعني بجد الخوف ما فيهوش اي حاجه بيقدمها، بالعكس اللي بيكسر الخوف هو الاكشن من وجهه نظري. والاكشن ده ممكن يبقى بسيط جدا بس في النهايه بيوصل لحاجات تانية، فلا انا مع فكره الاكشنز اكتر بكتير من انه ابقى نفسي في حاجه بس خايف اخدها. طيب انت عارفه انت النكست بروجكت ايه ولا لسه دلوقتي شغالة على ايه؟ انا شغالة على ميني ألبوم ان شاء الله 2021 ينزل، وهو ده المين تارجت بتاعي، وشغالة على كولابريشنز مع بروديوسرز مختلفين الفترة ديت، واسمها حاجات قريب مختلفة ان شاء الله. اوكي كول دينا، keep doing what you're doing بجد. thank you so much. انا اتبسطت جدا 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 ان احنا عملنا الانترفيو ده. Thank you so much. مرسي يا نهى، وشكرا لأسئلتك الحلوة جدا بجد بجد. شكرا. Thank you.